عسلامة وسلام عليكم، اهلا بيكم في الحلقة الخامسة من الحربوشة. طبعا الحلقات بتتأخر جدا، يعني تقريبا الحلقة الرابعة كانت مش فاكر من امتى، ودي الحلقة الخامسة. ومتعودين تكون معايا سوفيا للأسف ما بقتش تحب تعمل فيديوهات، لكن هي طبعا لسه صديقة عزيزة، وهي دلوقتي بتعمل حاجات بصوتها حلوة جدا جدا في بيج على الفيسبوك اسمها فوضى الحواس، تابعوها واتفرجوا بتعمل ايه، بجد حاجة حلوة جدا. النهاردة معايا ضيفة جديدة، هي ضيفة مش من تونس ومش من مصر، اما هي بتتكلم عربي واتكلمت عربي وتعلمته عن طريق الممارسة بس، وهي موجودة زي ما انتوا شايفين جنبي هنا. ايه ده؟ انت قاعدة على الارض حضرتك وانا كل ده شغال وانت قاعدة لي على الارض؟ انت احمد. انا اهبط؟ اوكي. الناس تعرفي الناس بيكي، انت مين؟ انا نحب نقول il faut pas faire la guerre il faut faire l'amour معناها سي با بيان دو سي ديسبوتي كوز دون كوره كوز دو فوت كوا il faut plutôt معناها rester صحاب مع بعض. واو، طبعا الشعب التونسي فهم اللي بيتقال الى حد كبير، الشعب المصري بالنسبه له كان اللي هو ايه ده البنت الجميله اللي لابسه تيشيرت الاهلي دي اللي احنا مش فاهمين منها اي حاجه. هقول لكم ان هي كانت بتقول بكل بساطه ان هي بتقول يا جماعه ما تعملوش الحرب اعملوا الحب، هي قالت كده مش انا اللي قلت، هي قلت ما تعملوش حرب اعملوا حب، وقالت مش لازم نتخانق على الكوره والحاجات الوحشه دي، واكيد اي حاجه تقولها بنت حلوه زي كده يبقى لازم نصدقها، يعني لازم تكون حاجه صح، مش معقوله تكون بنت لابسه تيشيرت الاهلي وهي كده وشايفينها، مش معقول تكون بتقول حاجه غلط، يعني هي اكيد بتقول كلام حتى صح. حتى عندي اصحابي من مصر وعندي اصحابي من تونس في بس سيباري سمو لحكيه كوره بالظبط، هي زي ما قالت كده بالظبط، يعني الفو با نام ايه الفو با سو سيباري الفو با سو با سيباري الفو با سو سيباري الفو با سو سيباري الفو با سو سيباري بالظبط. فهو ده الشعار بتاعنا النهارده، الفو با سو سيباري، يعني ليه بنعمل كده، يعني مش لازم نعمل كده، الفو با سو سيباري صح. المهم دلوقتي انت هتشوفوا فيديو احنا عاملينه مع بعض، اما العكس انا دلوقتي زي ما انتم شايفين مكشخ، وهي النهارده زي ما انتم شايفين اهلاويه، لكن في الفيديو هتلاقوا العكس. وصراحه في الفيديو انا حاسس ناس كتير قالت لي ما تتكلمش على كوره، وبالذات في الوقت ده عشان وقت حساس شويه وممكن تلاقي هجوم كتير، اما انا قصدت ان احنا نعمل فيديو في الوقت ده، والفيديو فيه مقاعير بالتونسي، يعني فيه زي ما تقولوا هزار شويه على كل الفرق، على الترجي على الاهلي على الزمالك على الافريقي، الدنيا متبهدله في الفيديو. I'm so sorry، انا متاسف وهي كمان متاسفه. ونحبهم برشا تونس كامله، جي بوزيم بوكو تونس والجزيري يعني ايجيبت والجيريا وماروكو كلهم بنحبهم برشا، بتحبكم كلكم جدا جدا، برشا حب، اعملوا الحب ولا ومش الحرب وكها. اتفرج على الفيديو. لا على مش خايف على فكره، وبعدين انا مصر كلها ورايا جايين، يعني في الطريق كلهم جايين ورايا، هك طلعت مكشخه. تونس الكل مكشخه ودرجه الدوله انا عربي درجه ان شاء الله زينه عليك ورانا قلبنا وشوف انا يوم تمينا بمسك قصبه لمدينا. دولة مين؟ ده النجم عنده بطولات افريقيا اكتر منكم. وبعدين الله يرحم من يومين كنت بتقولي لي مين الراجل ابو اسود اللي بيجري مع اللعيبه ده؟ ما عرفتش شكون، اسمه الاربيت بتبيع، انتوا ما عرفتوا شكون، خاطر بلاش هو ما تربونيش. ده احنا هنربحكم ونقطع لكم تيشيرتاتكم كده ها؟ علاش؟ تحسبني وليد عزارو؟ عبد بالله
ايه؟ العب باليه. العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. قديمة على فكرة وبتاعتنا اصلا. بيشتكلوا اربع اليوم. مش جعانين على فكرة. اضحك بابا اضحك دجا انت مستانس تاكل بالعربة. هو مين ده؟ كما نقولوا زمالك متاعكم. فهمت. هيا هيا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. في حاجه مهمه جدا 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 عايز اقولها في الاخر. في ناس كتير مصريين بيسالوني يعني هي امان ان احنا نيجي تونس؟ الوضع اخباره ايه هناك؟ هنعرف نمشي مش عارف ايه بتاع؟ يا جماعه في مشكله كبيره ان احنا بنتاثر جامد جدا بناس حوالينا مش كويسين في الاعلام في الجمهور. ممكن تلاقي واحد في الجمهور عمل حاجه مش كويسه او قال كلمه مش كويسه، واحد في الاعلام، واحد في الحكومه، واحد مش عارف ايه. بناخد احنا الحاجات دي كشعوب وبنتاثر بيها، اما في الواقع مفيش الكلام ده خالص. انا كواحد مصري عايش في تونس بقالي 5 سنين دلوقتي، مفيش اي مشكله حتى مره حصلت لي. بتكلم تونسي زي ما بتكلم مصري ساعات، حتى ما نجمش نخرج الكلام المصري نخرج القديمه نحكي معاهم بالتونسي. اما بجد يعني ما صارت لي حتى مشكله ان انا مصري، بالعكس كل ما واحد يعرف ان انا مصري ينبسط جدا ويفرح بيا جدا. فما نخليش حاجات زي كده تاثر فينا، ولا حد يفكر ولا للحظه ان ممكن حد مصري يجي هنا حد يعامله بطريقه وحشه او حد يتصرف معاه بطريقه مش كويسه. دي مش عاده الشعب التونسي ولا عمرها هتكون، وما نخليش اي حاجه زي كده تاثر فينا. اعملوا سبسكرايب للشانل تحت هنا، هتكون هنا او هتكون هنا مش متاكد يعني، بس هتكون في حته من الحتتين عشان تشوفوا فيديوهات اكتر. السبسكرايب ده حاجه الوحيده تخلينا نعمل فيديوهات اسرع وتكون موجوده اكتر. وان شاء الله اشوفكم قريب في الحلقه السادسه من الحربوشه. سلامه، السلام عليكم.